وطنيون يعشقون بلادهم في العلن، وعملاء ماهرون بطعن أوطانهم في الخفاء، صهاينة أكثر من الصهاينة أنفسهم، وخدام كبار في معابد الموساد السرية. إنهم كهنة إسرائيل العرب الذين باعوا أوطانهم مقابل المال والجنس والسلطة ومصالحهم الشخصية والدنيئة، فلم يجدوا إلا الذل والفضيحة والموت بانتظارهم. إنهم جواسيس إسرائيل العرب، الآفة الخطيرة التي عانت منها الدول العربية خلال القرن الماضي، فكان بعضهم سبباً في وصول إسرائيل إلى معلومات خطيرة عن بلادهم وتفوقها استخباراتياً. سنتكلم في هذه الحلقة من المشاغب عن جاسوستين عربيتين من أهم وأخطر العملاء في تاريخ الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية. إحداهما نبذت أهلها ودينها ووطنها وحتى اسمها لتتحول إلى الديانة اليهودية، وأخرى كانت سبباً في غضب الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي أمر بقتلها مهما كلف الثمن. أمينة المفتي، خائنة البلد والدين. هي جاسوسة أردنية من أصل شركسي، ولدت على ملة الإسلام وماتت على اليهودية، وذلك بعد أن غيرت دينها لتتمكن من الزواج من عشيقها اليهودي الذي يعمل في سلاح الجو الإسرائيلي، لتتحول فيما بعد إلى أحد أخطر عملاء الموساد في التاريخ. إنها أمينة المفتي التي وصفت بلؤلؤة المخابرات الإسرائيلية، وكانت سبباً في منع حركة فتح من تنفيذ عشرات العمليات ضد الجيش الإسرائيلي. ولدت في العام 1939 في العاصمة الأردنية عمان لأسرة مسلمة ثرية، تميزت بذكائها وكرهها للعادات والتقاليد التي كانت تحافظ عليها أسرتها. تعلقت في صباها بشاب فلسطيني وأحبته، إلا أن قراره بالانفصال عنها بسبب غرورها وأنانيتها كان صادما بالنسبة لأمينة التي قررت الانتقام منه في يوم ما. وفي العام 1957 غادرت إلى النمسا لمتابعة دراستها الجامعية، وهناك تعرفت على أصدقاء من دول مختلفة وحصلت فيما بعد على درجة البكالوريوس في علم النفس. وبعد إنهاء دراستها عادت إلى الأردن لتجد أن حبيبها الفلسطيني تزوج من فتاة أخرى، لتقرر العودة إلى النمسا بحجة استكمال دراستها لنيل الدكتوراه. وهناك تعرفت أمينة على فتاة يهودية تدعى سارة بيراد، فأصبحت زميلتها في العمل والسكن، لتتعرف فيما بعد على شقيقها الطيار العسكري الإسرائيلي موشي بيراد، فنشأت بينهما علاقة عاطفية. وفي العام 1967 عرض موشي الزواج على أمينة شرط التخلي عن دينها الإسلامي واعتناق اليهودية، فوافقت وغيرت اسمها إلى آني موشي بيراد. وبعد ذلك بدأت مغامرة أمينة أو آني في الخيانة، فتوجهت إلى إسرائيل وعاشت هناك ونسجت علاقات مع جيش الاحتلال الذي سيمهد لعملها فيما بعد. وفي العام 1973 جاء لأمينة الخبر الأسود بموت زوجها موشي بعد سقوط طائرته بنيران المدفعية السورية، وأعلن مفقودا بعدما انفجرت الطائرة في الجو. لم تقتنع أمينة بمقتل موشي، فاستأذنت للسفر إلى بيروت ودمشق لتقصي أخباره، فقامت برحلات عديدة بين بيروت ودمشق بجوازها الأردني، إلا أنها لم تصل إلى شيء يذكر. ومن هنا كانت نقطة التحول في حياة أمينة كجاسوسة محترفة، إذ كانت مواصفاتها مغرية للموساد الذي رأى فيها الجاسوسة المطلوبة للعمل بين الفلسطينيين كعربية الأصل، فخضعت لتدريبات مكثفة لنقل الأخبار والشفرات والصور والإفلات من المراقبة. توجهت أمينة إلى بيروت للحصول على معلومات عن قادة فلسطينيين، ونسجت علاقات مع موظفي اتصالات مكناها من الوصول إلى معلومات مهمة عن قادة فلسطينيين وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وحتى أنها تمكنت من الاستماع إلى تسجيلات اتصالات لعدد من قادة فتح ومعرفة مواعيد العمليات ضد إسرائيل. تسللت أمينة وسط الفصائل الفلسطينية بلباس الطبيبة، ونجحت في الوصول إلى ياسر عرفات وفي التعرف على مسؤول المخابرات في فتح حسن سلامة الذي شك بأمرها، وبعد سلسلة من التحقيقات اكتشف علاقتها بالموساد فتم اعتقالها. وبعد 5 سنوات تم مبادلتها في صفقة مقايضة مع إسرائيل في العام 1982 لتعود إلى تل أبيب، وهناك تحولت حياتها إلى جحيم بعد فشلها في تجديد صلتها بعائلتها التي تبرأت منها.
وفي العام 1984 أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي قراراً بصرف معاش دائم لأمينة، ووضع اسمها في لوحة الشرف في مدخل مبنى جهاز الموساد. وتقول رواية أخرى أنها حصلت على الجنسية الأمريكية وأجرت عملية غيرت بها ملامحها وعادت إلى الأردن وتوفيت في العام 2008. هبة سليم، إسرائيلية مصر. الجاسوس الأخطر في مصر وصاحبة السجل الذهبي في الموساد تمكنت من استغلال جمالها للحصول على المعلومات، وجندت أحد الضباط الكبار في الجيش لصالح إسرائيل. إنها هبة سليم العميلة التي قدمت لإسرائيل معلومات سرية جدا عن الخطط الدفاعية للجيش المصري وكانت سببا في تدميرها. ولدت هبة في العام 1947 لعائلة غنية، وفي شبابها انتقلت إلى العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة دراستها، وهناك تعرفت على فتاة يهودية من أصول بولندية وأصبحت صديقتها المقربة. عملت الفتاة اليهودية على إقناع هبة بأن الإسرائيليين ليسوا وحوشاً بل هم بشر متحضرون يحبون الحياة ويكرهون الحرب، لتعبر هبة أنها أيضاً تكره الحرب وتريد السلام في العالم. وبعد لقاءات عديدة مع الشباب اليهود اقتنعت سليم بقوة إسرائيل المتفوقة على العرب، وأصبحت قريبة جداً من أصدقائها اليهود واقتنعت بأفكارهم، الأمر الذي سهل تجنيدها لصالح الموساد الإسرائيلي. عادت هبة إلى مصر، وهناك تعرفت على مقدم في الجيش المصري اسمه فاروق الفقطي، والذي كان يشغل منصب مدير مكتب قائد سلاح الصاعقة المصري، ونجحت في استدراجه وأخذ المعلومات الحساسة منه ونقلها إلى إسرائيل. وفيما بعد استغلت هبة عشق الفقطي لها وبدأت تسأله عن بعض الأسرار الحربية ومواقع صواريخ السام الروسية الجديدة. كان الفقطي يتباهى بمكانته بالجيش فأقر لها بأدق الأسرار العسكرية وأطلعها على خرائط بالغة الأهمية ليتحول إلى عميل للموساد. ومع استهداف الطيران الإسرائيلي لمنصات الصواريخ بدأت المخابرات المصرية بالعمل على اكتشاف الخلل، فوصلت إلى قناعة بوجود عميل عسكري بالجيش. وبعد تحقيقات مكثفة نجحت المخابرات في كشف علاقة الفقي بالموساد فاعتقلت، وأثناء التحقيق اعترف بأن هبة سليم جندته فحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص. وبعد أن وصلت تفاصيل عملية الخيانة للرئيس المصري أنور السادات طلب من المخابرات المصرية القبض على هبة سليم بأي ثمن. في هذه الأثناء كانت هبة في باريس، فرسمت المخابرات المصرية خطة للقبض عليها، فسافر لواء بالمخابرات مع ضابط آخر إلى ليبيا للقاء والدها الذي كان يعمل في طرابلس، وأقنعاه بأن ابنته تورطت بعملية خطف طائرة مع منظمة فلسطينية ويجب تهريبها من باريس. كانت الخطة تقوم على دخوله إلى المستشفى والاتصال بهبة والزعم بأنه مريض، ولضمان نجاح العملية أبلغت المخابرات المصرية نظيرتها الليبية بتفاصيل العملية التي قامت بحجز غرفة لوالد هبة في إحدى مستشفيات طرابلس وإفهام الأطباء بما يتوجب عليهم القيام به. تواصل والد هبة مع ابنته وأبلغها أنه في المستشفى وتعرض لذبحة صدرية، فطلبت منه السفر إلى باريس للعلاج ليرد بأنه غير قادر على السفر لصعوبة حالته، لتقوم هبة بإبلاغ الموساد برغبتها في السفر إلى ليبيا للإطمئنان على والدها. ولضمان سلامة هبة أرسل الموساد شخصين للتأكد من حالة والدها، وعندها سمح لهبة بالسفر إلى ليبيا. وعند وصولها المطار استقبلها شخصان واصطحباها إلى طائرة أخرى، فسألتهما من أنتما وإلى أين نذهب، ليجيبا نحن المخابرات المصرية وذاهبون إلى مصر. تم التحقيق مع هبة ومثلت أمام القضاء المصري الذي حكم عليها بالإعدام شنقا، ليأمر السادات بتنفيذ الحكم بعد 30 دقيقة فقط من صدوره لمنع أي مفاوضات أو ضغوط حولها. إذن هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من المشاغب، فترقبوا المزيد من القصص والحقائق التاريخية والقضايا الشائكة التي سنتطرق لها في الحلقات المقبلة.